السلام عليكم، نهاركم مبروك، نقول لكم صحة عيدكم، صحة عيد كامل الشعب الجزائري من الشرق للغرب من الشمال للجنوب. اليوم اللي راني متواجد بتي بازا راح نديرو جولة هنايا بالضريح الملكي الموريطاني لما يسمى بقبر الرومية، اللي والله مكان ولا أروع. حبي يقول بلاصة فاميليال، فيها الكام، فيها السوسطة، باركينج بلا سيكيريتي، كاين الأمن متوفر. حبي يقول مكان يستحق الزيارة. هكذا الأحباب نديرو جولة لداخل ونشوفوا الأجواء كيفاش راهي. اللي كيما شفتوا والله لي فريمو روعه 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 بزاف. اللي كيما مورايا الباب هذايا اللي في بعض الايام يفتحوه، حبي يقول تقدروا تزوروا الداخل، تدوا نظره، تدوا معلومات على قبر الروميه هذايا. واليوم اللي نتاسف كيما راكم تشوفوا، حبيت ندخل ديروا جوله معايا الداخل واللي راهو مغلق، دوك نتقدموا تشوفوا كيفاش عامل المدخل هذا تاع هايليك. اللي نتقدموا المدخل هذايا اللي كان المدخل الرئيسي قبر الرومية الضريح الملكي الموريتاني، اللي عنده تاريخ كبير. هاي كيما راكم تشوفوا هذا هو مدخل اللي نتأسف اللي راهو مغلق. هاي لك كيما شفتوا معايا، واللي يكون في عنكم هاد الحجاره كامل متساقط الهرم. حاب يقول هاد الحجاره كامله سقطت منه لعوامل طبيعيه، لما تنساوش عنده قرون. الحاجة المليحة في الضريح الموريطاني يطل على البحر، حبي يقول بأعالي جبال تيبازا هنايا كيما راكم تشوفوا البحر مقابلنا، بلاصة بزاف شابة ولي أنفصلينا جوست منايا قبل الشينوا. حبي يقول مكانش لي ما يعرفش جبل شينوا. وبيان سور شواطئ تيبازا غنية عن التعريف. ولي كيما راكو تشاهدو حجارة حبي يقول تاع الهرم اللي متساقطة متواجدة في كل مكان. اللي والله فعلا يستحق الزيارة، بلاصة بزاف شابة، بلاصة بزاف فاميليال. واحد يلزم يتبع يعرف تاريخ بلادو ويزور مناظر كيما هادي، يجي يريح يدير بيكنيك مع لا فامي. احباب ولي تلاقيت هنا مع خويا اسمه الكريم ضياء الدين، ما شاء الله الله يبارك، وحبيبنا زكي. زكي واش تقول لنا على البلاصة هنايا الضريح الملكي الموريطاني؟ حبي يقول للعائلات اللي راهم يشوفوا فينا واش تقول لهم على البلاصة هادي هنايا في تيبازا؟ بون السلام عليكم، واش نقول لكم؟ اندروا فاميليال بزاف شباب ومرحبا بكم. الانسان كيكون هنايا يكون سيكيريتي ما يكونش خايف،
وبلاصه شابه بزاف فيها بيلفي طلع البحر ما عندنا ثورات شابين يسال يدي ايدي يشوف كذا منا حاجه شابه. مرحبا بكم هادي خويا العزيز واش تقول لهم؟ والله غير صوص طايا خلاص عطاك تليفون ياك تعرف هكا شوي تراب الروميه من بكري ناس جايين ما روح شكون واش تعلينا انا نحكي عليه حاجة واحدة أخرى ما كاين كلش هذه هي الأحباب كيما راكم تشوفوا الأمن كذا مع مراحة كيما قلت لكم لا سيكيورتي الأمن بلاصة فاميليال بلاصة محترمة بلاصة تستحق السيارة هنايا بتيباسا الطريح الملكي الموريتاني ما عليا غنقول لكم مرحبا بكم ما تنساوناش الشاب أبوني بارطاج سلام بيافيني بيا العزيز اللي كيما شفتوا أحبابنا اللي راهم هنايا في تيباسا اللي جاهم بليدة والله اللي فريمو عجبتهم واللي بلاصه فريمو روعه 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 بزاف الله يبارك ما شاء الله كيما شفتوا الجهه اللي من هيك البحر جبل الشينوا والجهه الدوزيام اللي منايا مورايا بليدة عين دفلة والله روعه روعه بزاف وكيما قلت لكم منايا بليدة مول جبلها عين دفلة حجوط اللي غنيه عن التعريف واللي هذا هو شكل الضريح الملكي الموريتاني من الداخل والمعلومات اللي تفيدكم كامله غايلك هاو اللي كيما راكم تشوفوا صنف الضريح الملكي الموريتاني ضمن قائمه التراث الثقافي العالمي هاي المعلومة الكاملة هاي ولكن ما راكم تشوفوا السواح الأجانب يتوافدوا بقوة هاي لكن اللي رانا مالاشية كيما راكم تشوفوا مورايا تانيك لي سانيتير فام اوم كيما قلت لكم وهاي لك الغابه هنايا بلاصه اللي تجو ديروا فيها بيكنيك تريحوا ومرحبا بكم الاحباب دوكا هذيك هي ما عليا غنقول لكم سلام